رصدت بعض الحالات. من الحالات ديت حالة رضا رضوان مرسي، وهو بيعمل مدير عام شؤون، مدير عام مساعد بشؤون المالية والاقتصادية للهيئة العامة للبترول، وهو والد لثلاث أطفال أسماء وحبيبة ومريم. تم اختطافه من مدينة نصر فجر السبت 7 فبراير عام 2015 وتفتيش المنزل دون إذن من النيابة، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم ولا يعلم عنه أهله حتى الآن فين مكان احتجازه أو هو موجود فين، ومحدش عارف يعني المكان اللي موجود فيه الآن. احنا معنا للتعليق على هذا الخبر الأستاذ محمد أبو هريرة الناشط والمحامي الحقوقي. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك أستاذ محمد. حالات الاختفاء القسري أنتوا إزاي بتتعاملوا معها أو ترصدوها، وهل يا ترى في عندكم إحصائية حول الأعداد، آخر أعداد الاختفاء القسري الآن؟ في الحقيقة يعني الاختفاء القسري تزايد بشكل غير طبيعي وغير عادي في بعد 30/6. للأسف جريمة الإخفاء القسري هي جريمة من أشد الجرائم الدولية والتي نصت عليها القوانين الدولية. للأسف السلطات في مصر أصبحت تتعامل، وأصبح الأصل الآن أن يتم احتجاز المعارضين لمدة أيام كبيرة جدا، ثم بعد ذلك يتم ظهورهم. يعني نحن رصدنا آخر رقم كان تم رصده لعمليات الإخفاء القسري منذ ثورة يناير وحتى الآن أكثر من 1800 حالة إخفاء قسري. للأسف أصبح هذا هو الأصل وأصبح نعم 1800 حالة 1800 حالة إخفاء قسري. في الحقيقة يعني ده طبعا بيخالف كل الأعراف والمواثيق سواء الدولية أو حتى الدساتير الوطنية التي وضعت في مصر. أخيرا الدستور حتى الحال الذي وضعته السلطة الحالية كان بينص في المادة 54 منه على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مفهومة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيش، ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه بالمحامي. ففي الحقيقة ده طبعا لا يعني في الحقيقة ده طبعا ما بيتمش السلطات الآن تتعامل مع المواطنين. لدينا حالات كثيرة موثقة سواء لقصر سواء لنساء سواء لأطفال سواء لرجال. كل هذه الحالات تم إخفاءها قسريا للأسف، وبعض هذه الحالات كان بيظهر بعد كده أمام النيابة العامة ويعرض دون محامي ودون أن يعلم الأهل بذلك. طيب أستاذ محمد، دلوقتي لما أسرة مثلا زي أسرة الأستاذ رضا رضوان مرسي أو أسرة محمود بركات وهو طالب بكلية الهندسة بجامعة المنيا، تم اعتقاله يوم 10 فبراير 2015، الأسر دي تعمل إيه؟ يعني الأسر دي إيه السبيل عشان تعرف مكان احتجاز أو اختفاء أو مصير والدها أو أخوها أو ابنها؟ في الحقيقة هو الإجراء المتبع من الأهالي أو محامين يعني المعتقلين أن يتقدموا بلاغات للنائب العام بأن ذويهم تم اختطافهم من قبل قوات الشرطة وأنهم لم يعرضوا على النيابة. يعني ده أول إجراء. طبعا بعد كده نحن نحاول أن نوثق هذه الانتهاكات ويتم إرسال شكاوى للمقرر الخاص للأمم المتحدة بحالات الإخفاء القسري. في الحقيقة هذا هو الإجراء المتبع. أن النيابة العامة هي المسؤولة عن مراقبة وتفتيش السجون، النيابة العامة، الدستور المصري والدساتير المتعاقبة والإعلام العالمي وكل المواثيق الدولية تلزم النيابة العامة بالإشراف على السجون وعلى مقار الاحتجاز. فهذا هو دور النيابة العامة. كل من يتم تقييد حريته ولا يعرض على النيابة على أهله فورا أن يتقدموا مبلغات للنيابة العامة وللنائب العام عن أن ذويهم مختطفين من قبل الشرطة. ولكن أستاذ محمد، هو السؤال هنا، هل يا ترى النيابة جهة نزيهة أو جهة محايدة؟ عشان أنا كواحد أحد أقارب اللي تم إخفاؤه قسريا أثق في نزاهتها أو أثق أن هي هتراعي هذا الأمر أو هتهتم بالتفتيش والبحث واطلع بإجابة شافية؟ لا يعني طبعا في الحقيقة للأسف النيابة العامة الآن والقضاء المصري أصبح متورط إلى حد بعيد جدا في العملية السياسية، وأصبح للأسف أصبحت النيابة العامة هي العصا الغليظة التي تضرب بها السلطة المعارضين الآن للانقلاب العسكري في مصر.
ففي الحقيقة يعني النيابة العامة الآن نحن لا نعول عليها كثيرا، ولكن هذا هو المتبع، يعني المتبع أن تتقدم إلى النيابة العامة حتى تثبت أن حقك هذا الذي